كودس تي في، عيش الخبر أينما كنت. هكذا تتدفق مياه الصرف الصحي من وادي غزة إلى شاطئ البحر المتوسط. المياه الزرقاء النقية تتحول إلى سوداء قاتمة. من هنا تبدأ المشكلة، مشكلة متنفس وحيد لأهالي القطاع، أصبح جزءا من منظومة بيئية ملوثة. وبدلا من الاستمتاع بالسباحة في مياه البحر، تصبح هذه المياه مصدر قلق على صحة المصطافين، أمر دفعهم للمطالبة بإيجاد بديل آخر لمياه الصرف الصحي. بطالب الحكومة الحالية أنه تعمل بصب المجاري في مكان آخر غير البحر، لأنه زي ما قلت أنه البحر غزة المنفس الوحيد للشعب قطاع غزة في ظل الحصار الموجود على قطاع غزة. بنطالب المؤسسات والبلديات والأهالي طبعا أنهم يعني يدوا شوية اهتمام للبحر، لأنه هو منفذنا الوحيد وهو المكان اللي بترفه فيه. شاطئ البحر في قطاع غزة الذي توجه إليه مياه الصرف الصحي في المحافظات الخمس، يبدو أنه أصبح الوجهة الوحيدة لتجميع مياه الصرف الصحي رغم المخاطر البيئية والصحية الكبيرة في المدى المنظور. حركة الأمواج في كثير من الأحيان تكون حل بأنها لا تعطي تركيزا للمياه العادمة في مكان ما، وإنما تقوم بنشر هذه المياه. الخريطة واضحة تماما، كل ما هو نقطة حمراء هي مناطق ملوثة، نقول لكل المواطنين بعدم الاقتراب منها، ونخص بالذكر منطقة وادي غزة حتى مع نهاية شهر أغسطس. في مقابل المخاطر الكبيرة التي تتهدد البيئة الشاطئية في قطاع غزة، تؤكد سلطة البيئة أن أقل من 20% فقط من مساحة الشاطئ مناطق يمنع السباحة فيها كمنطقة وادي غزة. هذه هناك تلوث عالي مقارنة بالدبليو اتش او منظمة الصحة العالمية، وتقول انه هذه الشواطئ جزء كبير منها لا يصلح للاستخدام، مع الرغم من انه لا يوجد مفر من مواطن اهل غزة للاستجمام الا الشواطئ. فيعني هذا بتلعب دور كبير في نقل كثير من الامراض المعدية الى المواطنين عندنا، وهناك ارتباط وثيق بمستوى التلوث مع مستوى ظهور الامراض المختلفة سواء للعين او الذان او الانف او الجلد. مجموعة من المشاريع التي تخدم البيئة الغزية من المتوقع الانتهاء من تشغيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقا لسلطة جودة البيئة، وفي مقدمتها محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي كجزء من استراتيجية شاملة لتقليص مستويات التلوث الناتجة عن توجيه تلك المياه إلى شاطئ البحر. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.